بسم الله، ابراهيم عبد الرحمن معاكم ان شاء الله. النهارده بقى معانا مجموعه من الدروس، او معانا درس غريب شويه. انا مش هتكلم على مجال الاتصالات بس ان شاء الله، انا هتكلم في شويه حاجات تفيدك عشان ان شاء الله تهانت جوب او تحصل على وظيفه. مشاكل كتير الناس بتعملها ومش واخده بالها، يعني مش واخده بالها، وفي نفس الوقت ممكن تكون هي دي السبب ان انت مش بتتقبل في الوظيفه. فقررت ان شاء الله على خير هعمل اكتر من فيديو في حاجات تخص الموضوع ده. تخص ازاي تكتب السي في بتاعك او السيرة الذاتية بتاعتك، ازاي ترسلها بشكل صحيح، ازاي تروح المقابلة الشخصية وان شاء الله تتقبل، حاجات كتير، ازاي تحدد الراتب بتاعك، تستفيد خبرة ازاي، الكلام ده كله ان شاء الله انا قررت ان انا اعمل فيه فيديوهات لعلها باذن الله تبقى مفيدة وتقدر تحصل على وظيفة بإذن الله. طبعا هي مش خاصة بمجال الاتصالات بس، هتبقى خاصة بكل المجالات. أي حد رايح يعمل مقابلة أو بيدور على وظيفة هيستفيد إن شاء الله من الفيديوهات دي. الفيديو بتاع النهاردة العنوان بتاعه كيفية إرسال السيرة الذاتية بطريقة صحيحة. تعالوا نشوف البوينتس اللي الناس مش بتاخد بالها منها وهي بتبعت السي في بتاعها، وممكن تكون هي دي السبب ان هي فعلا انا مش بتقبل في وظيفة، انا عمال ابعت في السيرة الذاتية بتاعتي ومش بتقبل. طب ليه؟ ليه ما حدش بيتصل بيا؟ هدي لك كام بوينت كده ان شاء الله خلي بالك منهم، وبإذن الله ممكن شركة واتنين يتصلوا بيك في الفترة الجاية. طيب انا اغير لون القلم بس كده نخليه لون تاني. طيب مبدئيا البريد الإلكتروني اللي انت بتبعت منه السيرة الذاتية بتاعتك، معلش يعني لا ينفع يبقى اسم دلع ولا ينفع يبقى اسم شهرة. يعني ما تبعتليش، يعني انت راجل عايز تتوظف، عايز تبقى موظف، تروح بعت لي مثلا من ميل اسمه ميدو ومش عارف ايه، ولا تيتو، ولا دودي، ولا الكلام ده. يا جماعة الكلام ده كله بيفرق كتير جدا في الموضوع. الميل، انا يعني انا هاجي اعين واحد عندي اسمه ميدو عارف انت كده، وانا بستقبل السي في اللي هو اهلا وسهلا، ايه ميدو، ايه شيمو، ايه مش عارف ايه. لا معلش، لا اسم دلع ولا اسم شهرة ولا الكلام ده كله. اتعب كده معلش واعمل ايميل محترم باسمك، احمد دوت نبيل 81، ابراهيم دوت عبد الرحمن 95، اي حاجه. يعني ما فيش ما يمنع ان انت تحط رقم، لان انا لو عملت ابراهيم دوت عبد الرحمن هلاقي الميل ده اكيد متاخد، مش هلاقي ابراهيم دوت عبد الرحمن. بس انا ما فيش ما يمنع ان اعمل ابراهيم دوت عبد الرحمن 87 95، اي رقم كده جنبيه، بس الاسم نفسه واضح، ابراهيم دوت عبد الرحمن، تمام، او ابراهيم 1950، اي حاجه. يعني المهم ما يبقاش اسم دلع، ده بيفرق كتير جدا مع الراجل اللي بيستقبل او الشخصيه اللي بتستقبل منك السي في، ان هو يلاقي الاسم بتاعك جاد، يعني ما يلاقوهوش زي ما قلنا اسم دلع او اسم شهره. اهتم بالسبجكت او العنوان بتاع الميل. والله يا جماعه انا بستقبل ايميلات كتير بحكم وظيفتي، يعني فبستقبل ايميلات كتير، تمام، سي فيهات يعني سيره ذاتيه كتير. فعليا بيجي لي احيانا سي في محطوط في ميل كده وخلصنا على كده. طب انا عرفت ايه من اللي انت بعته؟ يعني اهلا وسهلا، يعني افتح كده الميل مفيش سبجكت، تمام، واتاش السي في وخلصنا على كده. طب انا استفدت ايه؟ حضرتك جاي تقدم عندي فين؟ في مكتب مين؟ طب معلش انا عندي اكتر من مكتب، انت جاي تقدم، اهلا وسهلا انت مهندس ماشي اتصالات، انت فني اتصالات، طب انا شعرفني انت فني تخصص ايه؟ طب انت مهندس اتصالات، انا شعرفني خبرتك في ايه؟ ما يمكن خبرتك في الراديو بس، في ترانسميشن بس، تمام، انت عايز تشتغل في انهي مكتب؟ في القاهره ولا في اسكندريه ولا فين بالظبط؟ ماشي، السبجكت هو ده اول خطفه للميل بتاعك. والله تكتب عادي جدا كوميونيكيشن انجينير، تمام، شرط مثلا كايرو اوفيس، ماشي. احيانا الشركات وهي بتنزل الاعلان بتاعها بيقول لك كود الوظيفه لمهندس اتصالات، الكود الوظيفه 001، مهندس مش عارف ايه 002. اهتم ان انت الكود ده تحطه له في السبجكت، عشان هو اللي بيحصل ايه، ان في الغالب الراجل بتاع الاتش ار ده اول ما بيجي له الميل بيجي مثلا على كود 001، يروح مفرواده على مهندس الاتصالات المختص او رئيس القسم، ال 002 ده يروح مفرواده على مهندس الكهرباء المختص او رئيس القسم،
تمام. فانت بتوفر مجهود لما بتكتب سبجكت، لما بتهتم ان انت تحط عنوان لوظيفتك تمام، وليه المكان اللي انت عايز تشتغل فيه، ولو فيه كود انت عايز تشتغل فيه. الناس برضو احيانا يعني يكتب سبجكت ويأتاش السي في بتاعه وما يحطش رسالة توضيحية في البادي ميل. الرسالة التوضيحية دي يا جماعة ملخص ليك، هلو دير اتش ار مانجر تمام، I am إبراهيم عبد الرحمن، I am communication engineer with experience for more than 12 years تمام، I can work for the job in the last مش عارف ايه. يعني تديله بريف تمام عنك، عن السيرة الذاتية بتاعتك، خلاص بريف سريع كده انت مين خلاص، وان انت مهتم بالوظيفة اللي هي مبعوتة. ما تحطش السي في بتاعك، وحتى لو هتكتب عنوان لا، اهتم برضو بالرسالة اللي هتتحط في البادي ميل، ان هي تظهرك وتظهر انت مين، وتحط فيها رقم تليفون. ما هو ممكن يكون يعني الملخص ده هو فيه اللي هو عايزه، يروح متصل عليك على طول، تيجي في الاخر كده بيست ريجاردز تحياتي يعني ابراهيم عبد الرحمن 012 مش عارف مين. خلاص انا حطيت بريف لنفسي في فين، في البادي ميل. دي حاجات مهمة جدا وبتفرق مع اللي هيستقبل منك الايميل، او اللي هيستقبل منك السي في او السيرة الذاتية بتاعتك. السيرة الذاتية بتاعتك تتبعت من ايميلك. يعني ايه؟ يعني ما تجيش مثلا تبعت من الايميل بتاعك وتيجي في الرسالة اللي احنا اتكلمنا عليها التعريفية دي تروح كاتب برجاء لو في رد تبعتولي على الايميل ده. يعني مثلا انا بعت من الايميل بتاعي اللي اسمه ابراهيم عبد الرحمن تمام، وجيت في اخر الرسالة كده بعد ما عرفت نفسي كل حاجة، وجيت قلت له برجاء لو في رد ابعت لي على الايميل اللي اسمه عبد الرحمن 95. لا، ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش حد من اصحابك او قرايبك يبعت السي في بتاعتك، ماشي؟ الكلام ده لازم يقل. صاحبك او قريبك اللي عارف ان في وظيفة وعايز يخدمك وبيعرفك بيها، معلش يتعب ويقول لك في الوظيفة ويبعت لك الايميل اهو بتاعها، وانت ادخل من الايميل الخاص بتاعك وابعت السي في. كلام منتهي. الايميل اللي انت بتبعت منه السيرة الذاتية بتاعتك هو الايميل اللي انت تنتظر عليه الرد. كلام منتهي. تمام. لا ينفع حد من قرايبك يبعت لك، ولا حد من اصحابك يبعت لك، ولا ينفع انت تبعت من ايميل ومستني رد على ايميل تاني. لا، الايميل الخاص بيك اللي انت مستني عليه رد هو اللي انت تبعت منه السي في او السيرة الذاتية بتاعتك. تهتم جدا بالموضوع ده. في حاجة بتضايق بقى الشركات، اللي هو ايه، تيجي انت في التو بتاع الايميل تحط السي في بتاعك وتكتب عنوان محترم وتكتب بادي ميل محترم، ولكن تيجي في التو تروح حاطط ايميل هواوي، وجنبيه ايميل اريكسون، وجنبيه ايميل مش عارف افرو، وجنبيه ايميل مش عارف اريكسون. تقعد تحط كذا ايميل لكذا شركة كلهم جنب بعض في نفس الميل، دي كارثة. انا بشوف العجب يا جماعة من الحاجات دي، دي كارثة. تمام يا عم، معلش، لشركة هواوي اديها ميل لوحديها، وإريكسون البيل لوحديها، ميل جديد كده لوحديه نضيف لسه نيو ميل خلاص، لأفرو ايجيبت ميل لوحديها، اي مكان بتقدم فيه ميل جديد، ميل منفصل. تمام. ده كلام مش هياخد منك ثواني، بس هيفرق معايا انا كتير، الراجل اللي انا بستقبل منك السي في او السيرة الذاتية بتاعتك. حاجة تانية برضو، الاقي مثلا واحد حاطط مثلا بعت لهواوي تمام، ويجي بعد كده عايز يبعت لإريكسون مثلا، يروح عامل بعد ما يبعت لهواوي يعمل فورورد خلاص، ويروح حاطط إريكسون، ويروح فورورد ومش عارف يروح حاطط مين. ما يا حبيبي، انا لو نزلت تحت في الايميلات اللي تحت دي هشوف ان انت بعت لهواوي وبعت لإريكسون وبعت لك اكتر من شركة. تمام. ما تحملش فورورد للميل، ماشي؟ لا، الميل ده اتبعت لهواوي خلاص، ميل وقصته انتهت. افتح ميل جديد وابعت ميل لإريكسون، افتح ميل جديد وابعت ميل لموبي سيرف، افتح ميل جديد وابعت ميل لسوا، لموبايلي، اي شركة. المهم انه ميل جديد، لا تحط اكتر من ايميل في نفس الميل اللي انت بتبعته، ولا تعمل الفورورد عشان محدش ينزل تحت يشوف ان انت بعت لاكتر من شركة. حاجة ضروري جدا
اللي هو في الرسالة اللي انت هتبعتها في البادي ميل بعد اذنك تحت اي ظرف ما تحطش الحاجات بتاع العبارات اللي هي بتبين الاستعطاف او الضعف. انا عارف والله ان كلنا عايزين نشتغل وكلنا بندور على وظيفة ومقدر دي جدا وكلنا مرينا بالمراحل دي، لكن ما ينفعش تحط تبعت سيرة ذاتية بتاعتك وتكتب في الميل ارجوك امنحني هذه الوظيفة، انا مستعد لاي عمل، ارجوك انا في حاجة الى العمل. الكلام ده كله ما ينفعش ان انت تحطه في الايميل اللي انت بتبعته. طب ليه؟ انا لو قبلتك يعني انا هقول مثال على نفسي عشان ما اظلمش حد، تمام يا عمي انا واحد وحش، تمام انا شخصيه مش كويسه، لو قبلتك عارف انت هبخس من حقك. ليه؟ الوظيفه بخمسه هقول لك هي باربعه بس، ماشي الشغل 8 ساعات هقول لك 10 ساعات، طول ما انت شغال معايا هحسسك يا عم ان انت انا صاحب فضل عليك. خلاص الكلام ده كله هيفرق. طب ليه تخلي حد يمسك عليك حاجه زي كده؟ ما كان لك سياتيك رغم انف الجميع، ده رزق بتاع ربنا. ما تخليش ابدا حد يعني يجي على كرامتك في شغل خلاص، ولا انت تبين استعطاف ولا ضعف، بالعكس بين اني انتوا قبلتوني، انتوا قبلتوا موظف ناجح تمام، وقبلتوا شخص قوي وشخص ناجح، ما قبلتونيش ان شاء الله هلاقي وظيفتي وهلاقي مكاني في اماكن تانية. لكن اوعاك اوعاك حتى وانت في السيره الذاتيه وانت في المقابله الشخصيه اوعاك ان انت تتكلم او تبين لهم استعطاف او ان انا نفسي اشتغل او الكلام ده كله، لا الكلام ده ما بيتكتبش. وان شاء الله ربنا يرزق الجميع، وانا مقدر والله ان كلنا بندور على شغل وكلنا عايزين نشتغل، بس بلاش الرسائل الاستعطافيه. تمام الميل اللي انت هتبعته يبقى حجمه نورمال، الراجل اللي هيستقبل منك الايميلات ده مش هيستقبل منك السيره الذاتيه بتاعتك، ده هي ممكن يستقبل الاف مش مئات، ممكن يستقبل الاف السير الذاتيه تمام. فلازم تراعي المساحه، احنا كل ايميل لينا كلاود معين بنقدر نستقبل عليه، يعني اخرنا مثلا شركات اخرها 1 جيجا، في شركات اخرها 200 ميجا، يعني 200 ميجا دي انت لو بعت مثلا السي في بتاعك في 20 ميجا انت خدت 10% من المساحه التخزينيه بتاعتي كلها تمام. دي حاجة. الحاجة التانية انت لما بتبعت الايميل حجمه كبير ممكن ما استقبلوش. ليه؟ ممكن يبقى السيستم بتاعي محجم ان انا اخري مثلا استلم 10 ميجا اكبر ميل، طب انت بعت السي في بتاعك 20 ميجا، انا كده ما وصلليش اصلا الميل بتاعك تمام. فخلي بالك في قصة الحجم الكبير دي ممكن تسبب لك اذية. ازاي؟ ان الميل اصلا بتاعك ما بيوصلش للشركة اللي انت مقدم فيها، كل حاجة لازم تبقى مضغوطة، الميل بتاعك حجم 1 ميجا بالكتير، 2 ميجا بالكتير، حاجة صغيرة قوي تمام، عشان تضمن ان يتم استلامه، عشان في نفس الوقت ما تضايقش الراجل اللي هيستلم منك الميل ده او اللي هيستلم منك السي في، يبقى خد منه مساحة تخزينية صغيرة. الزيب فايل والاكروبات فايل دي تحط عليهم اكس كده، لا تبعت زيب فايل ولا تبعت اكروبات فايل، انت يا تبعت يا ملف وورد يا ملف بي دي اف، ويفضل انه يكون بي دي اف، يعني يفضل عشان ما يتمش اي حاجه فيه تغيير، يا وورد يا بي دي اف حجمه صغير الدنيا تمام وكل حاجه كويسه، تقدر تبعت ملف وورد وبي دي اف. في حاجه مهمه تخلي بالك منها، انا كان عندي واحد زميلي ما بيتقبلش في وظايف بسببها، يقول لي عمال ابعت السي في ومحدش بيكلمني، اتاريكا يعني انا في اللحظه دي قلت له طب ابعت لي السي في، هو بعت لي السي في انا بفتحه اشوفه لقيت السي في مقفول بباسورد. هي طبعا غلطه غير مقصوده يعني، بس تخيل انت بتبعت السي في بتاعك وعشان يتفتح محتاج باسورد، هو انت مفكر ان انا هرجع ارد على الميل بتاعك اقول لك معلش ابعت لي الباسورد عشان اشوف السي في؟ خلاص ما عرفتش افتحه قضي الامر، مش هدور عليك اصلا. فتخلي بالك ان السي في بتاعك دي مشكله حصلت فعليا، انا بكلمك على حاجه حصلت فعليا، ان هو ما كانش بيتقبل عشان السي في بتاعه كان بيتبعت بباسورد ما بيتفتحش، فدي حاجه تخلي بالك منها، ان السي في بتاعك تقدر اي حد يلوج ان عليه ويفتحه من غير باسورد، هي بتبقى سهوا طبعا مش بتبقى حاجه مقصوده. يعني شويه حاجات مهمه لازم تاخد بالك منها في السيره الذاتيه، اهتم بالتصميم بتاع السيرة الذاتية بتاعك، خليها ملفت للنظر تمام. اهتم بالنمط، يعني ما تبقاش كلام ب9 بونت وكلام ب10 وهم لازق في بعض،
تمام، اهتم بعلامات الترقيم، اهتم بالمسافات، اهتم يعني بكل حاجة تخلي السي في بتاعك شكله ملفت للنظر. دلوقتي تقدر تدخل على النت وعلى جوجل وتجيب 7000 تصميم للسي في، اختار تصميم كويس منهم وابدأ حط السي في بتاعك عليه، تمام. وممكن يعني ويفضل، وانا بحب كده، ان كل فترة تغير تصميم السي في بتاعك، ما يبقاش بنفس الشكل، تمام. المعلومات اللي جوه السيرة الذاتية بتاعتك لازم تبقى معلومات كافية للتواصل معاك، يعني ما تحطش رقم تليفون واحد، حاول تحط رقمين لو انت معاك، حاول تحط ايميلين لو انت معاك، تمام. اكتب عنوانك تفصيلي، ماشي. ليه؟ انا ممكن يبقى رقم واحد وفي الفترة دي هو مغلق، انا جيت اتصل عليك مغلق، مش هتصل عليك تاني، كلام واضح، تمام. الرقم ده ضاع منك خلاص، وممكن يبقى هو المنتشر في الشركات، فحاول تحط معلومات كافية للتواصل معاك في السي في بتاعك، وعنوانك تفصيلي، والبوستال كود لو موجود اللي هو بتاع البريد، تمام. ممكن حد يكون هيبعت لك جواب، وحصلت معايا انا مرة، واحد بعت لي سي في يعني ان انا اعمل مقابلة شخصية عن طريق جواب، تبليغ عن طريق جواب. السي في بتاعك ما يتكتبش فيه اي حاجة وخلاص، ما تعملهوش حشو زيادة، ماشي. يعني تكتب الحاجات اللي انت فعلا عندك خبرة فيها، تعرف تتسأل فيها وتجاوب، لان اللي هيمسك السيرة الذاتية بتاعتك هيبص فيها، هيقرأ مثلا I can handle radio مثلا، يعني تمام راديو، طب اشرح لي كده منظومة الراديو عبارة عن ايه. لو انت معرفتش تجاوب دي كارثة، فحاول ان انت بقدر الامكان تحط في السي في بتاعك ايه الحاجات اللي انت فعلا هتعرف تجاوب عليها، لان انا لو مسكت السي في وسالتك في حاجه انت بتقول ان انا عارفها وجيت اسالك ما ردتش عليا، فده انطباع مش كويس خالص، يعني حاجه غريبه جدا، يعني ازاي انت بتقول لي انا فاهم في كذا، طب ماشي اشرح لي، لا اصلا انا ما اعرفش. فلازم ما تعملش حشو زياده في السي في، تكتب اللي انت عارفه بالظبط، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله ويتصلوا بيك على المقابله الشخصيه دي. الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي دي شوية حاجات على قصة ازاي ارسل السيرة الذاتية بطريقة صحيحة، والله اهتموا بيها يا جماعة، هتلاقي الموضوع فرق ان شاء الله، وبإذن الله في فيديوهات اكتر واكتر جاية على موضوع السير الذاتية والمقابلات الشخصية والكلام ده كله، بحيث ان بإذن الله الكل يستفاد. استودعكم الله، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد على قناة ابراهيم عبد الرحمن فور موبايل نتوركس.